وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعه تشغيل المراكز الخدميه التي تم الانتهاء منها ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه بما يسهم في التيسير على المواطنين وتقديم خدمات حكوميه مميزه. وخلال اجتماع لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات المبادره الرئاسيه حياه كريمه اكد مدبولي ضروره الاسراع ايضا في تشغيل المباني الخدميه الاخرى التي يتم انشاؤها سواء المراكز الطبية أو مراكز الخدمات الزراعية وغيرها لتبدأ العمل بأقرب وقت ممكن. وشهد الاجتماع كذلك استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى والتي تشمل 1477 قرية في 20 محافظة وما تم الانتهاء منه وما يتم استكمال تنفيذه.